بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ثلاث وصايا بثلاث رسائل من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أوصى بها مرة أبا هريرة وأوصى بها مرة أبا ذر، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الوصية لسيدنا أبي هريرة ولسيدنا أبي ذر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة فقال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. تخيل أبا هريرة وهو يقول أوصاني، لبيان قد إيه الوصية دي مهمة، وبعدين يقول خليلي، لبيان إن الوصية صادرة بسبب شدة الحب وشدة المصاحبة. وبعدين تخيل سيدنا أبا هريرة وهو بيقول لا أدعهن أبدا لشيء مهما كان. فثلاث حاجات عجيبة: أوصاني وخليلي وبعدين يقول لا أدعهن، فواضح إن الموضوع مهم جدا جدا جدا. طب هو سيدنا أبو هريرة ينفع يقول خليلي؟ مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا لكن صاحبكم خليل الرحمن. ينفع الصحابي يقول سيدنا النبي خليلي، لأن الممنوع إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أحدا غير الله خليلا، لا أن يتخذه الناس هو خليلا. سيدنا النبي ما ينفعش يقول فلان خليلي، لكن أي حد من الصحابة أي حد من أحبابه يقول خليلي لا مانع. طيب الرسائل الثلاثة: الرسالة الأولى صم ثلاثة أيام من كل شهر اللي هم بنسميهم الأيام البيض، 13 و14 و15 من كل شهر عربي. طب وتسموا الأيام البيض ليه؟ لبياضها واكتمال القمر فيها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، يعني اليوم بعشرة، لما تصوم يوم اضرب في عشرة في الأجر والثواب، فيبقى معنى ذلك بتصوم ثلاثة أيام وربنا يدي لك أجر 30. طب لو جت ظروف أنت بتصوم دايما 13 و14 و15 من كل شهر عربي، جت ظروف في هذا الشهر أنت مسافر أو مريض أو شيء من هذا القبيل، يجوز لك أن تصوم أي 3 أيام آخرين، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أوله أو وسطه أو آخره، وكان يقول صم من سرور الشهر واترك. فالأساس 13 و14 و15. طب إذا حصلت ظروف تقدر تصوم 3 أيام من أي وقت في الشهر، الأول أو في الوسط أو في الآخر. الرسالة الثانية أن تحرص على ركعتي الضحى. صلاة الضحى تبدأ من بعد شروق الشمس بعشر دقائق وتنتهي قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، لها فضل عظيم جدا 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 يفوق الخيال. هقول لك فضل ركعتي الضحى، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني. ركعتي الضحى، تخيل انت لما تصلي ركعتين او اربعة من صلاة الضحى عندك وقت طويل جدا، من بعد شروق الشمس بعشر دقائق لقبل اذان الظهر بعشر دقائق، اي ركعتين او اربعة تصليهم ربنا يدي لك ثلاث حاجات. اول حاجة ربنا يكتبك عبد أواب، أواب يعني رجاع لله عز وجل، ترجع إليه بالذكر وترجع إليه بالسجود وترجع إليه بالصلاة. طب رقم اثنين يكفيك الله ما أهمك طوال النهار، الله. رقم ثلاثة بيساوي كأنك تصدقت بتلتمية وستين صدقة، الله. إزاي؟ تخيل ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على 360 مفصل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح وعلى كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة يعني مفصل. إحنا جسمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خلق الله ابن آدم على 360 سلامة، يعني أنت جسمك فيه 360 مفصل، شغالين الحمد لله، كويسين الحمد لله، مش متألمين. وغيرك الآن متألم غاية ما يتمناه أن يتوقف الألم.
طيب هذه السلامة وهذه المفاصل تحتاج إلى صدقات، فكل مفصل محتاج إلى صدقة. طب فالصحابة قالوا يا رسول الله من منا يجد كل يوم 360 صدقة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. الرسالة الثالثة صلاة الوتر قبل النوم، أول الليل أو آخر الليل. طب أوتر إمتى؟ في الأول ولا في الآخر؟ ما هو سيدنا أبو هريرة قال أوصاني أن أوتر قبل أن أنام، فممكن أوتر في أول الليل وممكن أوتر في آخر الليل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حللك الإشكالية دي وقال لك من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم فليوتر آخره. فأنت على حسب حالك، فلو أنت خايف أن تروح عليك نوم وما تصحاش إلا أذان الفجر يبقى أوتر من أول الليل بعد صلاة العشاء ونم مطمن. طب أنت متأكد أن أنت هتقوم قبل الفجر إن شاء الله بنص ساعة وتصلي، فخلي الوتر آخر صلاتك قبل الفجر. وأنا عندي سؤال، هو اشمعنى الوصية دي لسيدنا أبو هريرة؟ لأنه كان سيدنا أبو هريرة دايما كان بينشغل في أول الليل بالمذاكرة للحديث، فلم يكن يطمع دايما في الاستيقاظ آخره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل النوم. إيه اللي بيجمع الرسائل الثلاثة دي مع بعضها؟ صوم ثلاثة أيام وركعتي الضحى وأن أوتر، اليسر والسهولة. فسيدنا النبي ما أمرهمش بيه بالصدقة أو بالجهاد أو بالحج، لا لا، ده أمور سهلة جدا وميسورة جدا وسهلة التطبيق. أنت مطلوب منك تعمل ده. الرسائل الثلاثة، الرسالة الأولى إنك تحرص على الصيام، ولا سيما صيام ثلاثة أيام من كل شهر، 13 و14 و15، فإن لم تستطع ففي أي ثلاثة أيام من الشهر يكفي. الوصية الثانية والرسالة الثانية، احرص على صلاة الضحى، من أعظم ما يكون ومن أعظم الصلوات ولها أجور عظيمة جدا. الرسالة الثالثة أن تحرص على صلاة الوتر، توتر بركعة أو بثلاث ركعات أو بخمس ركعات أو بسبع ركعات أو بتسع ركعات. هذه أحوال الوتر مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رسائل ثلاثة عظيمة جدا، سهلة وميسرة وسهلة التطبيق، وكأنها ترفع شعار قليل دائم خير من كثير منقطع. أسأل الله عز وجل أن ييسر لكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن ييسر لكم ركعتي الضحى، وأن ييسر لكم صلاة الوتر، وأن يتقبل منكم، اللهم آمين.